ودايما في كل مناسبة، احنا حصل خلال ال20 سنة اللي فاتوا تقريبا 5 جولات صراع بين إسرائيل وبين يعني القطاع أو حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجماعات اللي موجودة في القطاع 5 مرات، وكان دور مصر دايما دور إيجابي في احتواء التصعيد وتهدئته وتخفيف آثار هذا الصراع. وبنقول في كل مرة إن مهم جدا إن حل القضية الفلسطينية هو من خلال الحل الدبلوماسي وحل الدولتين اللي بيعطي الأمل للفلسطينيين، وبيبقى بيوجد دولة لهم على أراضي 67 أو الأراضي التي احتلت في 67 وعاصمتها القدس، وفي نفس الوقت يراعي الأمن لكل من الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي.